المبادره كنتشرفوا بها بالاخص انا المرصد الوطني لحقوق الطفل كتشرفوا لاله مريم الجليله الاميره الجليله، فكنا فرحانين بالعمل وفي نفس الوقت فرحانين احنا بنفسنا تجمعنا، يعني كان في النهايه احنا عشنا الطفوله مع بعضنا هذه الايام هذه، ونتمنوا انه من غير انه الناس تروقها يروقها العمل ان يكون عندها الرساله هذه الاغنيه هذه، وانه الطفل ياخذ حقه في البلاد لأن مستقبل بلادنا هذا هو اللي كاين. اول حاجه انا جدا سعيده بهذا العمل حيت جمعني مع اصحابي وقربني لا من الفنانه الكبيره لطيفه رأفت ولا من سلمى ولا ايهاب امير واحمد شوقي. الفنانه المغاربه محتاجين بحال التظاهره باش يعني هذه اقل حاجه ممكن نديروها على ود الطفل المغربي خاصه والطفل يعني عامه. انا جيت سعيده ومتشرفه بتواجدي في هذا الحدث اللي كيخص الطفل خاصه، اللي نبغي نحيي ونوجه تحيه كبيره للمرصد الوطني لحقوق الطفل على هذه البادره الرائعه كالتفاته منا حنايا كفنانين يعني مغاربه، لان دائما الفنان الهدف ديالنا اكيد ان تكون في المحتوى اللي كنقدموه رساله، فهذه رساله من بين الرسائل اللي كيهمنا يعني انها تزيد يعني يتلقى الضوء عليها اكثر واكثر، اللي هي حقوق الطفل، لان الطفل هو اساس المجتمع، فباش نضمنوا مستقبل ناجح لازم ناسسوا يعني الاساس يكون ناجح والاساس هو الطفل. انا جد فخور انني مشارك في هذا العمل الفني مع مجموعه ديال الفنانين العزيزين عليا اللي دوزنا اجواء رائعه. كنشكر لوندو المرصد الوطني لحقوق الطفل اللي تاح لنا هذه الفرصه هذه باش نشاركوا في هاد الاغنيه وهذا الكليب وهاد الرساله اللي كتوعي الناس باهميه الطفل في الحياه ديالنا، وان الطفل هو الثروه ديال البلاد وجيل جديد اللي خصنا نهتموا به ونهتموا بهذا الموضوع. هذا واحد ملتقى فني كان رائع، وخصوصا اللي كتقدم شي حاجه انسانيه كبيره، واكيد الاوبريت كانت رائعه من الحان رضوان الديري، كلمات صديقي وعزيزي سمير مجاري، توزيع الفنان الرائع رشيد محمد علي، واكيد الاخراج ديال حسن قرفطي. فهاد تولد الاسماء اللي كتحاول ما امكن ان تقدم واحد الرساله انسانيه. هادشي ما خافيش على الكرم المغاربه وما خافيش على الاخلاق ديالنا، خصنا نكثروا منهم، لان حقيقه باش نقدروا نعملوا بالانس ما بين الاعمال اللي شويه كتخرج اللي هي كتكون شويه كوميرسيال، فما كتعطيش ديك يمكن كتضر شويه وليداتنا، فخصنا بالموازات نعملوا شي حاجه اللي هي انسانيه. فوالا الكلمات هما كانوا سبيسيال، والموضوع خدا واحد شويه الوقت باش يلا يتكتب، لانك كتخاطب في نفس الوقت كتخاطب الناس الكبار وكتخاطب حتى الصغار، لان هي اغنيه ديال الصغار، دونك خدات بزاف ديال الوقت وبزاف ديال التحضير، سيرتو ان كانوا معنا بزاف ديال الفنانه ماشي فنان واحد، وحتى في الالحان زعما الدراري داروا مجهود كبير باش يخدموا على 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 اللحن وعلى التوزيع. لا يقدر يهضر عليهم كشر رضوان الديري. والحقيقه انا اول حاجه بعدا انا فرحان بزاف لا بارتيسيپاسيون ديالي في هذا العمل. هذا العمل هو تري سبيسيال اي لي اورغانيزي بار لون دي المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسه لاله مريم. هذا العمل هذا هو يعني كيختص كنسلطوا الضوء على الطفل، واللمسه اللي حطيت هو انني حاولت ندير واحد اللحن لهذه الكلمات اللي يقدروا يدوزوا لاي واحد بطريقه سهله، والحمد لله يعني كنظن ان توفقنا الحمد لله بلو تيم ديالنا وبالفنانين اللي شاركوا معنا في هذا العمل هذا.